بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في محاضرة اليوم إن شاء الله الـ Uninformed Search Algorithms. كنا حكينا في المحاضرة السابقة، بدأنا في أول خوارزميتين اللي هم الـ Breadth First والـ Uniform Cost. الخوارزمية الثالثة اللي حنبدأ فيها اليوم هي الـ Depth First. طبعا من اسمها Depth، إذن هي تبدأ تبحث بالعمق. في بداية البحث تبدأ تبحث في العمق وليس في البريدز أو بالعرض زي الخوارزمية تبعت البريدز فيرست اللي هي أول واحدة. كيف طريقة البحث باستخدام الديبث فيرست؟ خلينا نشوف. ديبث فيرست سيرش، تمام، اللي اختصارها ديبث فيرست سيرش، تبدأ تستكشف الباث، اكسبلورز باث، مسار معين. طبعا all the way to leaf، all the way to leaf يعني على عمق المسار هذا حتضلها ماشية مسار معين. هي لو مسكت مسار معين حتضلها ماشية في العمق فيه لعند ما توصل ليف نود. ايش يعني ليف نود؟ الليف اللي هي يعني اخر نود موجودة وين؟ في هذا العمق، اخر نود في العمق اللي هي ليف، معناها يعني في التري بيكون في ليفز، الليفز اللي هي الاوراق. تمام، بعد هيك بتبدا ايش تعمل؟ طب وصلت لاخر نود في هذا العمق، ايش حتسوي؟ حتعمل باك تراكنج، حترجع تاني، تمام، على اخر نقطه كانت عندها قبل بشويه لسه، وتبدا تمشي في العمق بتاعها. عندنا في المثال اللي واضح امامكم، طبعا هاي تري اكيد يعني تم يعني رسمها او استنتاجها من خلال جراف معينه، تحولت عنا هيك لتري. الآن كيف المسار اللي حنمشي فيه لو طبقنا الـ Depth First Search؟ في البداية طبعاً حنكون في الـ Root، النقطة A، حننزل على الـ B لأنه إحنا بنمشي في عمق معين. طبعاً ليش اخترنا الفرع الأيسر؟ لأنه هو بالعادة بيبدأ من الـ Left Branch أو الـ Left Path. أوكي، حيمشي على هذا الفرع، حيفوت على النقطة B، بعد هيك على النقطة D، لانه النقطة دي هي الليفت برانش تبع البي، فحيكمل على الدي. لو في للدي كمان تشيلدرن حيمشي على اللي هي التشايلدز او التشيلدرن تبعون الدي وهكذا. لكن هو هنا وصل لاخر نقطة موجودة في العمق بالنسبة لمين؟ للمسار هذا. طب شو حيسوي هان؟ حيرجع تاني. هو مش حيرجع فعليا لانه احنا حكينا ما بنزور النقطة مرتين، هو اوتوماتيك من البداية عارف انه في تشيلدرن للبي، تمام، وهو نازل هيك عارف انه في تشيلدرن للبي، واحد اسمه دي واحد اسمه اي. طيب راح عمل فيزيت للدي، الان وصل لهذه النقطة ما لقاش الجول لسه، فحيضطر يرجع مرة ثانية ويكمل في مسار اخر. حيروح على اي نقطة؟ على اخر مكان هو اجا منه اللي هي مين؟ كانت البي. طب البي مين الابن الثاني تبعها؟ هو الاي، تمام، فحيروح على الاي في هاي الحاله. اذا حيكون اي بي دي اي، يعني غلط نحكي اي بي دي بي مره ثانيه بعدين اي، لا، البي ما بنروح لها مره ثانيه زي ما حكينا، لا، بنروح على التشايلد الثاني تبعها. اذا اي بي دي بعدين اي. بنفس الطريقه الاي حينزل في المسار اللي هو الليفت باث. اي اتش حيروح على ال L، تمام، الآن ما لقاش الجول حيرجع تاني. مين الابن التاني لل H؟ ال M، برضو ما لقاش الجول. مين الابن التالت لل H؟ ال N. افرض انه ال N هو الجول تبعنا، ففي هاي الحالة بتوقف البحث عنا عند ال N، هيك بيكون خلص لقى ال solution أو الجول المطلوب. طيب طبعا هو هنا حكي لنا لو احنا بدنا نعمل تراكينج او بدنا نعمل سيرتشنج على كل تري كيف حنمشي؟ بهالطريقه A B D بعدين حيروح على E H L M N. لو كان تخيلوا ال N برضه مش هي الجول، بدنا نمشي لاخر، تخيلوا انه ال Q هذه اخر نقطه في التري هي السوليوشن او هي الجول، فكيف حنمشي الان بعد ال N؟ حيرجع بعد ال N حيقول اخر نود كان عندها هي ال E، بعد هيك حيرجع على الاي، اذا ان بعديها اي او بي، خلصنا هذا البرانش كله وبرضه ما لقينا الجول، اذا هيك حيضطر يرجع لمين؟ ل
التشايلد الثاني تبع السي البي عفوا تبع الاي، لانه اوتوماتيك هو راح على البي ضايل السي، حيرجع سي اف برضه هيك وصلنا للاخر، حنرجع ثاني جي جي كي كيو. تمام، وفعلا هذا هو الترتيب تبع السيرشنج لو احنا نمشي على التري كامله. هيك طريقه البحث في الدبث فيرست سيرش، يعني بالرسمه هيك بين. طبعا واضح انه سهل حتى في البرمجه، يعني هو بيمشي بس بشكل دبث على الابناء، بيخلص كل الابناء والابناء اللي تحتهم واللي تحتهم، بعدين بيرجع على الابناء التانيين. هاي الطريقة يا جماعة اللي هي بيكون استخدم هنا ستاك وليس كيو. تتذكروا في البريدج فيرست حكينا انه استخدم كيو، الفيرست ان فيرست اوت، هنا لا، اللاست ان فيرست اوت، اخر نقطة يعني هو وصل لها هي اول نقطة حيرجع لها الان. يعني مش حيرجع زي ما كنا نعمل في البريدج، كنا نروح على البي بعدين السي، بعد البي حنروح على الدي بعدين الاي وهكذا، لا، هنا حيمشي بالعمق، وبالتالي هو هيك شغال ستاك لاست ان فيرست اوت. هنا معطيني بسيدو كود للديبث فيرست سيرش. اول حاجه حكينا بوت ذا روت نود اون ذا ستاك، اون ستاك جيب ستاك وحط فيه اول حاجه الروت نود اللي هي اول نقطه الاي. يعني الان بتعمل وايل او فور لوب او وات ايفر، تختبر الشرط هذا انه طول ما الستاك مش امبتي مش فاضي، يعني في نقاط في الستاك معناته في نقاط لسه احنا ما زرناها، ايش حتعمل؟ حتعمل ريموف انود فروم ذا ستاك. طبعا ريموفينج انود فروم ستاك اخذتوها قبل هيك في الداتا ستراكشرز، لما نطلع قيمه او اليمنت او عنصر من الستاك شو بنسميها؟ بنسميها بوب، صح؟ والبوش انه نحط عنصر في الستاك، فهنا كانه بحكي لي بوب انود فروم ستاك، شيل نقطه من الستاك هي هذه النقطه اللي حتعملها زياره. والله اذا كانت هذه النود هي الجول خلص ريتيرن سكسس، بدك تتوقف البحث وتقولنا خلص سكسيد، تم يعني نجحنا في الموضوع. الان طبعا اذا لا حنضل نعمل حنضل نرجع طبعا، ولكن قبل هيك قبل ما نرجع، مجرد ما احنا اخذنا نود من الستاك وعملنا لها فيزيتنج عشان اضمن اني احفظ كل التشدرن تبعونها، على طول لما اطلعها من الستاك ايش بحط مكانها؟ بحط مكانها التشيلدرن الخاصه فيها. يعني الان احنا هنا عند الروت نود، هل انت الجول؟ لا، حننزل على وين؟ على البي. تمام، لانه البي هي التشيلدرن تبع الاي. طب كيف عرفت انه البي هي التشيلدرن تبعت الاي وهي الدور عليها الان في الزياره؟ لما كنا عند الاي سالناها هل انت الجول؟ قالت لا. تمام، فرحنا ايش عملنا؟ ضفنا التشيلدرن تبعون الاي اللي هم البي والسي، ضفناهم وين؟ على الستاك. اوكي، ضفنا البي والسي اللي هم التشيلدرن تبعون الاي على الستاك. الان حيجي الدور على مين؟ على البي. تمام، البي الان هي حتطلع منا من الستاك، حنسالها هل انت الجول؟ حتقول لا، على طول حضيف التشيلدرن تبعونها وهكذا، وحننزل شويه شويه. ليش؟ عشان لما اجي بدي ارجع زي هيك اعرف مين التشايلد الثاني تبع البي. يعني اذا هذا مش الجول، طب انا مضطر الان اروح على التشايلد الثاني اللي هو مين؟ اللي هو حلاقيه موجود في الستاك، نحط في اخر مرحله او في اخر خطوه في الستاك، هو اللي حاعمل له بوب الان، وابدا اعمل له زياره واساله بنفس الطريقه، احط اعمل بوش يعني للتشيلدرن تبعونه جوا الستاك وهكذا. هذه فكره الديبث فيرست سيرش. طبعا اذا الكلام هذا كله ما زبطش، عملنا الكلام هذا كله في الاخر ولا نود زبطت معانا، فحنقول له ريتيرن فيلر، ان احنا ما لقينا السوليوشن المطلوب او الجول المطلوب. هنا بحكي لنا طبعا عن السايز تبع الستاك. السايز تبع الستاك ملاحظين انتم في كل نقطه في كل لفه في مجموعه نودز كنا نضيفهم على الستاك، فاذا في عندي ميموري بتستهلك، فبالتالي بحكي لنا حجم الستاك هذا بيعتمد على عدد الافرع، البرانشنج فاكتور بي على عدد الافرع، يعني قديش انا عندي افرع. احنا حكينا انه كل ما نضيف نقطه او نزور نقطه حنضيف التشدرن تبعونا. طب لو كان بي وسي ودي بهالشكل، في عندي كمان فرع يعني عدد الافرع عندي اكبر، هذا بياثر على حجم الستاك. طيب طول بحكي لنا طول ما انت بتبحث في ليفل ان في مستوى معين
مستوى من مستويات التري تبعتك. طول ما انت بتبحث طريقة الديبث فيرست، الستاك في هاي الحالة بيكون جواته تقريبا بي، خلينا نقول ضرب ان بي في ان من النودز. ليش؟ لانه هو ايش بيكون جواه؟ بيكون جواه عدد النقاط، تمام، عدد الافرع يعني، اللي هي عدد الافرع هدول ضرب عدد الشذرين تبعونها. اوكي، هذا اللي بيكون موجود جوا الستاك في لحظة ما، في مستوى ما، بيكون حجم الستاك في هذا المستوى عدد الافرع اللي هي النقاط اللي في المستوى الاعلى ضرب عدد اللي هي الابناء او الشذرين تبعونهم. هذا بيكون حجم الستاك الحالي. فبالتالي حجم الستاك الكلي يا جماعة، الميموري الكلية راح تستهلكها الديبث فيرست هو بي ضرب اللي هو الدي، اقصى عمق احنا ممكن نوصل له. هنشوف كمان شوية في الخصائص تبعتها. الطريقة هذه، الخوارزمية هذه، لما في الآخر تعمل سكسيد يعني تنجح في إيجاد السوليوشن، مشكلتها أنها تقدرش تعطيني باث، تقدرش تعطيني مسار كامل للسوليوشن. بمعنى أنا هنا عمال ببحث ببحث ببحث، دخلت كل النودز بلا استثناء زي ما انتم شايفين، في النهاية وصلنا مثلا للجول، هنا مش هيقدر يعطيني باث لأنه طلعوا معايا A B D بعدين راح على E. طب كيف حيروح على E وفيش خط بيناتهم؟ هذا مش باث، تمام. كمان مرة A B D بعديها حيروح على E عشان يكمل، لكن كيف حيروح على E وفيش هنا خط أو فيش صلة بيناتهم أصلا، فيش طريق واصل بينهم؟ يعني هو حيروح لكن من خلال مين؟ من خلال الستاك. لكن هل فعليا على أرض الواقع بيكون في طريق موصل بينهم؟ لا. عشان هيك إحنا هنا بنحكي إنه هنا ما فيش باث، فيش مسار فعلي على أرض الواقع، ولكن هو بيقدر يتحرك ويتنقل بين النقاط من خلال الستاك، تمام. هاي طبعا عبارة عن recursive depth first، هذه سيبوكم منها مش هناخدها، يعني هذه سلايد ملغية. هذه نوع خاص من الديبث فيرست اللي هي بس يعني بتعمل ريكيرجن. ريكيرجن اخذت مفهوم الريكيرجن اللي هو التكرار، يعني بيكون في تكرار او نداء ذاتي لنفس الفانكشن، مش حنخوض فيها ان شاء الله. الخصائص تبعت الديبث فيرست بشكل عام، هل هي كومبليت؟ بقولنا لا. ليش لا؟ بقولنا تخيل لو كانت، نرجع على الرسمه، لو كانت الجول تبعنا موجود، او لو كان في عندي عفوا الجول مثلا موجود هنا مكانه، تمام، وكان في عندي الفرع الاول هذا تبع التري اللي معانا، كان الفرع هذا غير منتهي في العمق، لا نهائي العمق تبعه، يعني كل ما دخلنا في عمق بنلاقيه بودينا على مكان اكبر. زي لما نمشي في الشارع ونقول حضلني ماشي 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 لحد ما اشوف ايش اخرتها. طب ما انت طول ما انت ماشي حتمشي، حتخش شوارع، حتخش من شارع لحارة ومن حارة لحارة ومن بلد لبلد، يمكن كمان مدينة لمدينة وبلد لبلد. فبالتالي يعني في أشياء بتكون لا نهائية فعليا لو احنا حنمشي في العمق تبعها بلا يعني بلا شروط، تمام. فإذا مشينا احنا في عمق واحد، تخيل مشينا في عمق واحد، متى حنصل لهذا الجول؟ مش حنوصل له. فبالتالي مستحيل نلاقي الحل هنا لو كان العمق تبعنا في مكان ما لا نهائي والسوليوشن كان مش في هذا الفرع. بهاي الحالة مش حنلاقي السوليوشن تبعنا، فبالتالي بتكون الفانكشن هذه أو الالجوريثم هذه incomplete، تمام، غير مكتملة. إذا كان في عندي infinite depth، لكن متى بتكون complete؟ إذا كان في عندي finite spaces، زي قصة البريدز، لما يكون في عندي finite يعني عندي عدد محدود أو عندي عمق محدود عشان أنا أقدر أمشي وفي الآخر في حاجة تحكمني. التايم المستهلك لإنجاز هذه الخوارزمية هو بي أس إم، تمام، لكن بقولنا هنا في مشكلة كبيرة إذا كان الإم is much larger than D. احنا حكينا قبل هيك إنه D هي عبارة عن العمق اللي بنلاقي فيه السوليوشن، لكن الإم هو أقصى عمق بتصل له مين؟ التري تبعتنا، أوكي؟ فالتايم هنا حيكون بي اس ام، لانه حيضل ماشي في العمق في العمق لحد ما يصل لاقصى عمق في فرع معين، بعدين يرجع تاني يكمل في الافرع الثانيه. فهو فعليا بدخل لاقصى عمق. فبقولنا في طبعا هاي بتعملنا تيربل، يعني بيكون ادائها فظيع اذا كان الام
أكبر بكتير من الدي. يعني تخيل زي ما حكينا إنه العمق، العمق الكلي للتري، للشجرة اللي بنبحث فيها، أكبر بكتير من العمق اللي حنلاقي فيه السوليوشن. حنلاقي حالة دخلنا في متاهة كبيرة، في عمق كبير، وبعدين حنرجع على فرع تاني ويمكن نلاقي فيه سوليوشن يمكن لا. فهاد بتعملنا طبعا مشاكل كثير، وبتاخد بتستهلك وقت كبير جدا. بحكينا لكن احيانا ممكن تكون اسرع بكثير من البريد، خاصه لو كان السوليوشن موجود عندنا سبحان الله، يعني في الفرع اللي بنبحث فيه لجوه، يعني في موجود عندنا السوليوشن في فرع من الافرع في عمق معين، تمام؟ حنلاقي انه على طول انا بفوت على العمق وببحث ببحث، بلاقي انه لقيت الحل اللي بدي اياه، يمكن حلاقيه بسرعه اكثر بكثير من البريد فيرست. بالنسبه للسبيس، المساحه المستهلكه، حنلاقيها مساحتها كثير اقل من البريد، لانه هنا بتستهلك بي ضرب ام، مش بي اس دي اللي اخذناها قبل هيك في البريد. بي ضرب ام اللي هي عدد اللي هي الافرع ضرب مش اس، طبعا الاس دائما اكثر بكثير، ضرب عدد التشيلدرن تبعونها، لانه هو في النهايه بنزل في عمق واحد، فبنلاقيه مش كثير في لحظه معينه الستاك، ما بنلاقيش فيه كثير بيانات او كثير نودز، حجمه ما بيستهلكش كثير في الميموري، بالتالي بنسميه لينير سبيس، يعني مش حاجه اسيه، هذيك بنسميها اكسبوننشال، يعني داله اسيه بتاخذ حجم كبير جدا، بينما هذه لا بتاخدش حجم كبير. اوبتيمال اكيد لا، لانه مش دائما بتجيب لنا الحل الامثل، ممكن تفوت زي ما قلنا في عمق كبير جدا وبعدين ترجع على الفرع اللي فيه السوليوشن، فبالتالي بتكون ضيعت وقت كبير في البحث اذا ما بتجيب لنا الحل الامثل. هاي كانت خصائص الدبث فيرست. مقارنه سريعه برضو بين الدبث وبين البريدز، بحكي لنا الدبث طبعا الدبث بتضلها ماشيه في 1 برانش لعند ما تصل الليف نود اخر البرانش، هذا اكيد بتكون نوت جود اذا كان الجول في برانش ثاني، اكيد طبعا. طيب طبعا زي ما شفنا في الخصائص هي لا كومبليت ولا اوبتيمال، لكن الميزه فيها انها بتستهلك ماتش ليس سبيس، حجم اصغر بكثير من البريد فيرست، تمام. طبعا لازم طبعا دائما نكون عاملين كيب تراك، كيب تراك يعني مين النودز اللي احنا زرناهم، نكون حافظين مين هدول النودز عشان ما نرجع نزورهم مره ثانيه، فبالتالي ما يكونش عندنا حجم النودز المخزنه في الستاك كبيره. طيب بالنسبه للبريدث فيرست، هذا الدبث فيرست، طب ماذا بالنسبه للبريدث اللي اخذناها بالاول؟ هي كيرفول اكثر بموضوع انها زي ما حكينا لما تقف على نود معينه بتروح هي بتفحص كل التشيلدرن تبعونها مين الافضل، تمام، مين الافضل، او ممكن تمشي عليهم واحد واحد زي ما شفنا في البريد الاصليه. فهي طبعا كومبليت واوبتيمال في نفس الوقت، يعني بتعطيني زي ما شفنا برضو بخصائصها انها اكيد حتعطيني سوليوشن، لكن اذا كان عد الافرع محدود طبعا، وبتعطيني برضو الحل الامثل في حال لو كان الكوست كونستانت يعني ثابت، ولكن مشكلتها انها تستهلك ميموري بشكل كبير جدا، خاصه لما تكون التري ضخمه او كبيره. بالنسبه لللارج تريز، لارج تريز زي ما حكيت لكم اياها الان، لما يكون عندي الشجره كبيره او فضاء البحث كبير جدا، فبالتالي بريد فيرست تستهلك ميموري بشكل يعني اكثر من اللزوم، تمام. والدبث فيرست في نفس يعني بنفس الوقت يا جماعه، يعني هو بيحكي هنا عن البريدث وعن الدبث التنتين. بالنسبه للبريدث بتاخذ حجم كبير، الدبث بتاخذ وقت كثير كبير، خاصه لو كان زي ما حكينا العمق يعني عميقه، فبالتالي هاي بتستهلك ميموري، هاي بتستهلك تايم. طب كيف نوفق بينهم هدول؟ حكى لنا هل ممكن نعمل كومبينيشن، خليط بين التنتين بحيث نطلع بخوارزميه ثالثه يمكن تاخذ المزايا من هاي ومن هاي، هذا اللي حنشوفه في الخوارزمية الرابعة اللي هي Depth Limited Search. هاي الخوارزمية من اسمها Depth Limited، يعني بتعتمد على الدبث، ولكن الدبث حيكون ايش؟ Limited، يعني مش حيكون العمق خلص نمشي فيه لعند ما نصل آخر التري، لا، حيكون في عندي عمق محدود أبحث فيه عشان يعني يحدد الموضوع، ولكن هي تشتغل زي ايش؟ زي الدبث،
تمام، زي ما حكيت زي الدف، هي تشابه الدف ولكن مع ليميت. تمام، النودز عند الدف هاف نو سكسسورز، يعني لما نوصل احنا للدف اللي محطوط لنا اياه في الليميت خلص انا ما بتطلع على السكسسور اللي هي التشيلدرن تبعونها، كاني مش شايفهم، انه خلص وصلنا للدف المحدود الموجود عندنا له ليميت في الداله نفسها. فهي بهذه الحاله بتكون تغلبت على المشاكل الموجودة في المسارات اللي بتكون infinite لا نهائية. طبعا sometimes هذا الدبث، طب احنا كيف بدنا نعرف لعند قديش انا اوقف بحث؟ طب انت حكيت لي فوت في الشارع هذا، في الشوارع هذه، ودور لي على بيت فلان مثلا، طب انا مش عارف لاي عمق اوصل، اوصل لاخر كل شارع ولا لا، يعني لعند عاشر بيت من كل شارع وارجع اكمل على الشارع الثاني، هي الفكرة. فهذه بتنعمل كيف؟ الليمت بتتحدد في البداية يا جماعة من خلال استيميشن، تقدير حسب الابليكيشن تبعك، حسب الابليكيشن انت بتقدر شو هو الدبث اللي انت حتوصل له في كل مسار وتوقف عنده وترجع تكمل في المسار الثاني. اذا ما لهاش قانون معين يا جماعة، هاي تقديرية حسب الابليكيشن الخاص فينا. طبعا لازم دائما نكون عارفين الدبث تبع لوين وصلنا، كل شويه اسال وين وصلت، هل وصلت العاشر ولا لا، عشان ما ضلش ساحب وانا مش عارف لوين واصل. طيب بالنسبه للخصائص تبعتها هل الدبث ليميتد سيرش، هل هي كومبليت؟ بحكي لنا لا، يعني مش دائما بتجيب سوليوشن. ليش؟ متخيل انه احنا عملنا لها ليميت لعند عاشر بيت، وبيت الشخص اللي احنا بندور عليه بيته رقم 12 في الشارع الثاني، هل عمرنا حنوصل له؟ مش حنقدر نوصل له، لانه الخوارزميه تبعتنا بتقولنا فوت في كل شارع لعند عاشر بيت ووقف. تمام؟ اذا كانت الليمت اقل من العمق اللي موجود فيه السوليوشن الجول تبعنا، فمش حنلاقيه طبعا نهائيا الحل، عشان هيك هي مش دائما تكون كومبليت. طيب التايم تبعها هو بي اس ال، ال يا جماعه هنا هو الليمت اللي هو بدل الدي، بدل الدبث اللي كنا نوصل له هنا ال، نحن مش حنوصل للدي لاخر عمق، حنوصل للال فقط، للعمق اللي محدد لنا في الخوارزميه. السبيس زي الدبث، بي ضرب ال بدل بي ضرب ام، هنا بي ضرب ال اللي هو برضه ال، عباره عن الدبث ليميت اللي محدد لنا في الخوارزميه. طب هل هي اوبتيمال؟ بقولنا لا برضه. ليش؟ لانه زي ما حكينا نفس السبب هنا، اصلا اذا كان السوليوشن مش قادرين نلاقيه فكيف حيجيب لي افضل حل؟ تمام، فبالتالي اكيد هي مش كومبليت ولا اوبتيمال، اذا برضه فيها مشاكل. عشان هيك عملوا كمان خوارزميه خامسه اللي هي اتيريتيف ديبنينج ديبث فيرست سيرش. لاحظوا انه كلهم تقريبا يعني بيشبهوا في شغلهم اللي هي الديبث فيرست، تمام، ولكن يعني غيروا عليهم شوية في آلية العمل بحيث نكسب الميزات الموجودة فيها ونتغلب على المشاكل الموجودة. Iterated Deepening معناها بشكل بسيط اللي هي بتطبق Limited Depth ولكن with increasing Depth Limit، يعني في عندي Depth First هي رح تتطبق، وفي عندي Depth Limit زي الخوارزمية اللي قبل شوية، في Limit للDepth ولكن هذا الليمت مش ثابت، يعني انا بقول كاش فوت لي في كل شارع لعند البيت العاشر وارجع، لا انا بعطيك ليمت ولكن هذا الليمت قابل للزياده، increasing قابل للزياده، بمعنى بحكي لك روح دور مثلا في عند الليمت زيرو، انت الان الليمت عندك مثلا زيرو، ايش يعني زيرو؟ يعني في النقطه الاولى starting node، بعد شويه بحكي لك ما لقيتوش، طب خلص روح دور في عند الليمت يساوي، الليمت يساوي واحد، معناته الكلام انك حتفوت في كل شارع عند البيت الاول وتدور هنا وهنا وهنا، وين ما تلاقيه خلص بتوقف، ما لقيتهوش تقول لي ما لقيتهوش، فحزيد لك الليمت، اقول لك يلا خلص خلي العمق اثنين، خلي العمق ثلاثة، وهكذا لحد ما توصل لل البيت اللي بدك اياه او الجول. تمام، ملاحظين انه احنا هيك كأننا صرنا بنبحث في يعني بالعرض كمان، صح ولا لا؟ فهنا فعليا احنا بنعمل كومباين دمج ما بين البريدث فيرست والديبث فيرست، تمام، لكن ما خليناها يعني بريدث فيرست مطلقه على اطلاقها ولا خليناها ديبث على اطلاقها، يعني حتى العمق
ما بنصل لآخر عمق ولا بنعطي ليمت محدد، لا إحنا بنغير في الليمت شوية شوية. يعني بنعمل إيش؟ إتريشن اللي هي دوران لعند ما نلاقي اللي إحنا بدنا إياه. تمام؟ ما مش حفوت على بسيدو كود، أنا حفوت أسهل على الرسم اللي موضح لي فيه الآلية تبعتها. بحكي لنا الآن لو كنا عند الليمت يساوي زيرو، إذا حندور وين؟ في أول نود، ستارتنج نود. تمام؟ ما لقيناهاش، إذا حزود الليمت، حخلي الليمت يساوي واحد. فحيروح وين يدور؟ من الاي حيروح يدور في البي. تمام؟ بعد البي حيدور في السي، ما لقاهاش هي الجول، حيدور في السي، حيكون دور في الثلاثة هدول. تمام؟ ما لقاش الجول، حيزود في الليمت، حيخليه اثنين. حيخليه اثنين يعني حيروح على اللي هو البرانش الثاني وحيبدأ يدور فيه. تمام؟ هنا خلص منهم، حيبدأ شوي شوي ينزل. تمام؟ على الليفل رقم اثنين، وهكذا. بتلاقوه نزل شوي شوي على الليفلز كلها لحد ما خلص 2 ليفلز، بعد هيك حيروح على ليفل 3. تمام؟ لحد ما يلاقي الجول تبعنا. طبعا هو مش مكمل المثال لانه يعني نتخيل بس انه بضل يمشي لحد ما يصل للجول المطلوبه. تمام. هنا بالنسبه للخصائص او بشكل عام بيحكي لنا عن الاتريتيف ديبنينج ديبث فيرست سيرش اللي حكينا عنها الان. بحكينا اذا لقينا الجول نود، الجول نود هذه هي تعتبر ذا نيرست نود، ذا نيرست نود يعني اقرب نود موجوده. موجوده وين؟ في الستاك. يعني احنا بنشتغل هنا على ستاك، انا بنشتغل على اليه الديبث فيرست. طيب شو الباث تبعها؟ كيف حلاقي الباث تبعها؟ المسار تبعها للجول اللي لقيناها هذه، المسار هذا حاخده من الستاك نفسه. يعني انا كيف مشيت في الستاك؟ تمام؟ ايش اخر نقطه زرتها؟ طيب النقطة اللي قبلها شو هي؟ اللي قبلها شو هي؟ هذا هو المسار اللي أنا فعلياً لقيت من خلاله الجول المطلوبة. السايز تبع الستاك المطلوب، تمام؟ is limit of search depth. أوكي. إيش يعني؟ يعني حجم الستاك بيعتمد على search depth اللي هي عمق، العمق اللي إحنا بنبحث فيه، يعني زي ما تعودنا في depth first العادية. تمام؟ طبعا بلس 1 هنا لانه في كل مره احنا بنزيد واحد واحد. Many states are expanded multiple times، يعني بنلاقي انه في بعض الستيتس، بعض النودز ممكن نعملها expanding، يعني نشوف ايش الشيلدرن تبعونها اكثر من مره. هذا الكلام بيحكي لنا يعني مش كثير بهم، لانه في النهايه احنا مش حنزور النقطه اكثر من مره، احنا حنشوف بس مين الشيلدرن تبعونها. يعني حنلاقي، خليني اوريكم بس الرسم، نرجع للرسم، حنلاقي مثلا انه النقطة هذه احنا رحنا لها ودورنا فيها ما لقيناش الجول، وجينا هنا برضه دورنا ما لقيناش فيها. الآن في الاتريشن اللي بعديها حنزود الدبث، فحننزل هنا. طبعا كيف حننزل؟ حننزل من خلال النقطة هذه، فحنعملها ايش؟ اكسباندينج. حنزورهم وهكذا، فحنلاقي الموضوع احنا بيزيد معانا شوية شوية زي ما حكينا، ولكن احنا فعليا ما بنزور النقطة هذه أكثر من مرة، احنا بنعملها expanding في المرة هذه وفي المرة اللي بعديها حسب العمق اللي احنا حنوصل له في النهاية. اوكي. بحكينا طبعا بالممارسة وبالشغل العملي لقوا انه هاي تقريبا أفضل uninformed search method، يعني في كل الخوارزميات اللي حكينا عنها لحد الآن تقريبا هذه هي أفضل وحدة فيما بينهم من ناحية الأداء، خاصة طبعا for large search spaces لما يكون فضاء البحث كبير ويكون كمان العمق unknown، العمق مش محدود مش معروف أصلا. فبدل ما إحنا نطبق depth first لحالها ونلاقي حالنا علقنا في عمق لا نهائي، لا إحنا ممكن نستخدم الإتريتيف، وبرضه يكون في عندي شوية مرونة أن أنا بزود العمق خطوة بعد خطوة. إيش خصائصها هذه؟ خصائصها طبعا complete، نعم خاصة لأنه أساساً الـ العمق عندنا تقريباً لا نهائي، عفواً نهائي، فبالتالي أكيد لما يكون في حل حنلاقيه، ولكن الشرط أنه يكون البي نهائي في هذه الحالة اللي هي عدد مين الأفرع الموجودة. بالنسبة للتايم، الزمن المستهلك بياخذ معايا بي أس دي اللي هي زي بالضبط زي الـ depth first العادية، تمام؟ وزي طبعاً كمان البريث.
بينما السبيس زي الدبث بالضبط، بتاخد بي ضرب دي، الدي في هاي الحالة لحد ما نوصل الجول، عمق الجول تبعنا، بنوقف طبعا بحث، ما بنكمل. فبالتالي بتكون السبيس تبعنا الحجم اللي بناخده بي ضرب دي زيها زي الدبث فيرست العادية. هل هي اوبتيمال؟ نعم، إذا كانت طبعا الكوست لكل اكشن يساوي 1. ملاحظين انه الخصائص عندنا هنا كلها يعني كويسة، فيما عدا طبعا التايم، البي اس دي هي طبعا اكبر كمية تايم بتاخدها، ولكن بشكل عام مقارنة بالخوارزميات الثانية هنلاقي تقريبا الخصائص فيها يعني هي الافضل. هي عبارة عن شوية طبعا حسابات بحسب لنا كيف بالضبط بتطبيق الخوارزمية هذه شو اللي بصير معانا. ف مش معانا اكيد هاي السلايد ولا السلايد الثانية. آخر خوارزمية معانا هي الباي دايركشنال سيرش. من اسمها باي دايركشنال يعني هي بتبحث باتجاهين. الاتجاهين يا جماعة هنا طبعا في وقت واحد، يعني تبدأ تبحث في نفس اللحظة، تنطلق في التري أو في الشجرة تبعتنا، بتبدأ من فوق ومن تحت. يعني بتبدأ في الأول من الستارتنج نود، وبتبدأ في مكان تاني تمام من تحت خالص من عمق معين، وبتبدأ تبحث منه وتطلع طلوع. إذا في مكان حتبدأ فيه فورورد، وفي مكان حتبدأ فيه باكورد، تمام؟ لحد ما توصل المكان، أو لحد ما هما التنتين يلتقيوا في الآخر في الوسط in the middle. أوكي؟ هيك بيكون انتهى عندهم البحث، بيكونوا بحثوا في كل الشجر تبعتهم. ولكن أثناء البحث إذا لقوا الجول، طبعا واحدة فيهم لقت الجول، أكيد حيوقف معانا اللي هو البحث. الفكرة من طبعا هذه الخوارزمية انها تخفف كتير من التايم، وكمان السبيس اللي بتاخده في البحث اثناء البحث في الشجرة تبعتنا. فبنلاقي هنا طبعا انه حتصير التايم تبعنا بي اس دي على 2. ما دام الاس قسمناه على 2 خلص، معناته كل القيمة هذه يعني قلت بشكل كبير جدا، مش بس بالنص، مش يعني بنسبة النص، لا، الأس اللي خف بنسبة النص، ولكن هي كله هيك على بعضه هتلاقيه يعني قل معانا التايم بنسبة كبيرة جدا. فعشان هيك هي الخوارزمية هذه كتير ممتازة، ولكن مشكلتها طبعا انه لازم البريديسسورز. ايش يعني بريديسسورز؟ يعني اوكي في الفورورد واحنا بنبحث من فوق لتحت ماشي الحال، ممكن نعرف الشذرين ونمشي معاهم، لكن وين المشكله؟ في الباكورد، البحث الى الخلف، الباكورد هذا شويه بيغلب، لازم احنا نكون عارفين، يعني نبدا من الابن ونطلع طلوع على الاب والاب والاب وهكذا، فبتغلب شويه. فبقول انه هذه مش دائما بوسيبل، مش في كل التطبيقات بنقدر نعمل هاي الخطوه. ولازم كمان يكون في عندي كوردينيشن، يعني تنسيق تام بين مين ومين، بين التو سيرشز. يعني انا في بحثين قاعد بصيروا في نفس اللحظه اللي هو الفورورد والباكورد، تمام؟ لازم يكون في تنسيق تام بينهم عشان ما يفوتوش على بعض، ما يلاقوش انه يعني داخلين في نفس الفرع مثلا وفي الاخر بحثوا في نفس النقاط، وطبعا اكيد في النهايه مش هيكون في الحل المطلوب. كمان شغله لازم طبعا، one search must keep all nodes in memory، لازم يكون عندي بالنسبه للميموري طبعا لازم يكون عندي كل النودز انا عارفها من البدايه، انا عارف انه وين النودز التشيلدرن، وين النودز اللي هي البريدسترز بنسميها، او الاباء الفاذرز ممكن نسميها، او البيرنتس، تمام؟ لازم اكون عارف وين البيرنتس وين التشيلدرن عشان اعرف ابحث. فبالتالي لازم يكون عندي all nodes in memory في one search. الخصائص تبعتها زي ما انتم شايفين التايم كومبلكس، طبعا هذه متى الخصائص؟ اذا قدرنا فعليا نطبق هذه الخوارزميه ولقينا عندي كل الظروف يعني مهيئه لتطبيق الخوارزميه هذه، بالتالي بقدر اوصل للاداء اللي حتشوفوه الان، اللي هو التايم المستهلك بي اس دي على 2، السبيس المستهلك برضه بي اس دي على 2، فبتقل معانا كثير الوقت والحجم، المساحه المستهلكه اثناء البحث. هل هي complete؟ طبعا complete، لأن هي بتبحث في كل الدايركشنز. هل هي optimal؟ برضو نعم، خاصة إذا كان الكوست كله متماثل، يعني كلهم نفس الكوست سواء في البحث الفورورد أو في الباكورد،
تمام؟ فبتعطيني اللي هو أفضل حل ممكن. هاي بالنسبة للخوارزمية اللي هي باي دايركشنال سيرش. سمري سريع، هيك تلخيص سريع لكل اللي أخذناه في تشابتر هذا. يعني التلخيص كله حتلاقوه وين؟ في هذا الجدول. حتلاقوا الخوارزميات كلها اللي احنا أخذناهم، تمام؟ البريدث واليونيفورم والديبث فيرست والديبث ليميتد والاتيريتيف ديبرينج، طبعا ما عدا آخر خوارزمية لأنه أوريدي هو حاطط الخصائص في جدول. طبعا كل واحدة فيهم حكي لنا مين الكومبليت ومين التايم، التايم قديش بياخذ السبيس، هل هي اوبتيمال او لا، طبعا بيعطيني يس او نو. ضروري جدا نكون فاهمين الكلام هذا وعارفين نعبر عنه، تمام؟ ممكن يجينا يعني بأي صيغ من صيغ الأسئلة، صح او خطأ، اختياري، ممكن جدول زي هيك نعبي فيه الخصائص تبعت الخوارزميات إلى آخره كمقارنات يعني بين الخوارزميات. هيك بنكون وصلنا. طبعا فيما بعد ذلك كل السمري هيك بس بعطيني بشكل سريع جدا شوية بروجيكتس، تمام؟ فإحنا مش حنفوت فيها، خلاص إحنا عند السمري هذا، عند هذا السلايد 79 بكون خلص معانا الشابتر هذا. بالتالي يا جماعة الشابتر هذا خلص معانا، فإذا في أي استفسار إحنا جاهزين، ويا ريت يعني تراجعوا الخوارزميات وتتابعوا معانا الأمثلة اللي أنا شرحتها في خلال الشرح، عشان لما يعني ناخذ أي بعد هيك ماشي نقول كويز، أي assignment كتطبيق على الخوارزميات، تكونوا جاهزين وفاهمين كيف تطبيق الخوارزميات.